أنا متواجد في بلدية عين الملح ولاية المسيلة الجزائر. اسمي قاسم عبد القادر، أنا في البيت بجوار ابنتي شاهد قاسم. أقوم بتسجيل صوتي أثناء انتظار وجبة الحليب لابنتي التي تبلغ من العمر 4 أشهر. هي تبكي من شدة الجوع والأم تحضر الحليب، وصوت دقات الرضاعة ممزوجة مع صوت التلفاز والبكاء. هي أصوات جميلة جدا. زوجتي لم تكن مرضعة كباقي الأمهات في السابق. كان منزلي هادئا ويعج بأنواع من المأكولات المتنوعة. لم يكن هناك سرير ومستلزمات للأطفال. كانت أختي تجلب ابنها الذي كان هادئا مبتسما، ربما لأنها كانت ترضعه من صدرها وتحن عليه. لم أفكر أن أكون أبا ويعم البكاء أرجاء المنزل كل يوم ليلا ونهار. ابنتي جائعة تريد إشباع بطنها، وأنا مجبر لأن أكون أبا مطيعا رغم غلاء الحليب.